غلطة عمري. أبويا اتأخر قوي يا عم حسين. ما تأخرش ولا حاجة حبيبي، أنت بس اللي مستعجل. إيه ده؟ هما أفرجوا عنها؟ أبويا لسه منزلش، أنا خايف يا عم حسين. Thank you, sir. I hope to see you tomorrow. Thank you. Goodbye. أفرجوا عنكم ليه بسرعة يا حرامية؟ أنا حرامية؟ يا حرامي مزور أوملات؟ أنت كنت فوق تعمل إيه يا حرامي؟ بجيب هدومي يا شيخ منصر حرامية الإنجليز. إنجليز مش ممكن يكونوا حرامية، إحنا أصحاب بلد دي. أنتوا شعوب أكيرة، عبيد عند الإنجليز. إحنا أسيادكو، إحنا كل حاجة. بتلم لسانك يا ولية، أنت لقطحولك. أنت كمان يا كلب تقول علينا حرامية؟ أنت واحد دج. وأنت واحد حرامي، سرقتوا البلد وتجرتوا فينا ونهبتونا. حقول إيه بس؟ حسب الله ونعم الوكيل. ألبرت يلا يلا. ياسين مش عايز واحد تنشيئة مستورد؟ الواد ده أنا عايز أضربه. هيجيله يوم هو وكل الإنجليز. يلا بينا. أخيرا رجعت لي. أيوه رجعت لك صحيح، بس مش عارف حبات فين. عندي طبعا يا معلم ياسين. عندك فين؟ لا عندي انا. عندك فين يا اسماعيل؟ في بيت جدتي. يا ساتر يا رب، ليه يا ابني تعمل فيا كده؟ اسمع بس يا اسماعيل، ابوك هيستريح عندي اكتر. انت بيتك كام اوضه يا حسين؟ انا ساكن في اوضه واحده. اوضه واحده لوحدك؟ لا مع مراتي والعيال. مراتك وعيالك وتقول لي هتستريح عندي؟ يا معلم ياسين، احنا نشيلك فوق دماغنا. امري لله، اضى اخف من اضى. مش فاهم، هتبات عند عم حسين؟ لا حبات عند جدتك. اطلع يا اسطى.